فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، إن الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إنا لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. هو ذا سر نقوله لكم، لا نركض كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقوم الأموات عدم فساد، ونحن لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت أن يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم الفساد، ولبس هذا المائت عدم الموت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة طلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا شوكة الموت؟ هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.